بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. إن شاء الله هنكمل مع بعض أسئلة فكر وراجع الإجابة مع معلمك لطلاب تالتة إعدادي الترم التاني علوم. يلا بينا كده، كنا وصلنا عند مسائل الأحياء، يلا نحلها مع بعض كده سنة تالتة. يجي يقول لك المخطط التالي يوضح سجل وراثة صفة طول الساق في نباتات البازلاء. يبقى صفة طول الايه؟ طول الساق. طب احنا زي ما احنا عارفين يا مستر ان انت عندك الساق الطويل سائد على الساق القصير في البازلاء. طب تعالى بقى بالراحة، هو هنا جايب لك ايه؟ جايب لك كم تزاوج. ادي واحد، ادي تزاوج مع تزاوج اهو، ادي كده، ادي كده اول تزاوج اللي هو اكس، وتزاوج دبليو ادي اتنين، وتزاوج واي ادي تلاتة. يبقى دول تلات تزاوجات تم. طب بالراحة تعالى كده ندرسهم واحدة واحدة. اول حاجة ده طويل، الآباء هنا طويل مع طويل، طيب تمام. الطويل الساق ده سائد وطويل الساق ده سائد. طب آجي أبص على أولادهم، وهنا السؤال إيه بقى؟ بيقول لي ما النباتان اللذان يحمل كل منهما عاملي الصفتين المتضادتين؟ اللي بيحمل عامل الصفتين المتضادتين اللي هو هيبقى يعني إيه؟ هجين يعني، مين اللي هيبقى فيهم هجين؟ طيب هنا ده طويل وده طويل، ماشي. انا معرفش هنا بقى، ممكن يبقى طويل نقي وممكن يبقى طويل هجين، لسه معرفش. يبقى هنا طويل الساق تزاوج مع طويل الساق، طويل الساق ده صفة سائدة وطويل الساق ده صفة سائدة، بس معرفش هل سائدة نقية ولا سائدة هجين. ايه اللي يعرفني؟ العيال ولادهم. الابناء في عندك نتج اولاد طويلة واولاد قصيرة، معنى ان جت عيال قصيرة يا مستر معناها ان الاب والام ما كانوش طويل نقي، ما كانوش سائد ايه نقي، امال سائد ايه هجين؟ والا لو نقي ما كانش ولا عيل قصير. يبقى اذا هنا دول لو هنيجي بقى نفحصهم بالراحه كده، يبقى احنا هناخد التزاوج اكس كده لوحده. يبقى هنا التزاوج اكس خلاص ده عباره عن ايه؟ عباره عن طويل الساق وتزاوج مع طويل الساق. طيب طويل الساق هنا اتضح لي ان هو ما كانش طويل نقي، امال هو طويل ايه؟ طويل هجين. يبقى تي كابيتال تي سمول، ده كده معنى طويل هجين. يبقى تي كابيتال تي ايه تي سمول، وده برضو تي كابيتال تي سمول، تمام. طيب يبقى اذا هنا هيبقوا كابيتال سمول. طيب كده انا عرفت اول تزاوج، تمام يا مستر. طب تعالى هنا، هنا التزاوج دبليو نتج او تم بين اب طويل وام قصيره، فنتج عنه ايه؟ العيال كلها جت طويله، طويل وطويل. طب معنى ان العيال كلها تيجي طويله معناها ان الصفة هنا نقية، معناها ان صفة الطول هنا ايه؟ نقية. خلاص يبقى اذا انا استشفيت كده يا مستر ان التزاوج دبليو، خلاص التزاوج دبليو هنا النبات الطويل ده هو كان طويل نقي، يعني كان تي كابيتال تي كابيتال، معناه ان طويل نقي يعني العاملين بيبقوا شكل بعض. تزاوج مع قصير اللي هو هيبقى تي سمول تي سمول. حد كده في مشكلة؟ طيب تعالى كده نشوف التزاوج واي، ده تم بالنبات طويل ونبات قصير، فنشوف العيال. العيال بقى جت في منهم طويل وفي قصير وفي قصير، خلاص. يبقى معنى كده ان الطويل هنا طالما ظهر قصير يبقى الطويل هنا كان نقي، لا لو نقي كانت العيال كلها جت طويلة، اما معنى ان يظهر عيال قصيرة يبقى هنا معناها ان الطويل هنا مش نقي، الطويل هنا بيبقى هجين. يبقى اذا هنا هيبقى التزاوج ده اسمه واي. يبقى هنا هنعمل له بقى في التزاوج واي، بقى نكتب له هنا التزاوج واي. يبقى هنا كان اب هجين طويل هجين يتزاوج مع ام قصيره، يبقى تي سمول تي سمول، تمام. طب بس خلاص كده انا قدرت اعين العوامل او الجينات بتاعتهم كلهم. يبقى اذا هنا تعالى بقى الرقم، هنا ده اتنين، ده كده اتنين، وده كده رقم تلاته، وده كده ملوش رقم، وده كده رقم واحد، ده التزاوج دبليو. يبقى ده رقم واحد في التزاوج دبليو، ده رقم واحد. بعد كده التزاوج واي ده رقم خمسة، رقمه خمسة، وده رقمه ست، ده رقمه ايه؟ ست. طب تعالى كده بقى نشوف الاختيارات بتاعتنا. بيقول لك هنا اللي بيحملوا عاملين متضادتين يكون واحد وسبعة، واحد وسبعة تعالى نبص، واحد اهو ده عاملين متضادين، لا يا عم، واحد تي كابيتال تي كابيتال دول عاملين نقي يعني متشابهين، دول مش متضادين. يبقى اذا الاختيار الاولاني ده غلط، اول واحدة دي غلط وانا مغمض. طب نيجي للاختيار التاني، اتنين وخمسة، ابص كده على اتنين، اتنين فين؟ اهي اتنين، اهي اتنين، العاملين هنا متضادين، واحد كابيتال والتاني سمول، ايوه يبقى صح. وخمسة هنا اهي برضو متضادين، اهم عاملين مختلفين اهم، ده فرد برضو هجين اهو، يبقى اذا صح، يبقى فعلا هتبقى اتنين وخمسة، يبقى الاختيار اتنين وخمسة منطبق.
طب لو جيت تجرب بقى الباقي 3 و8، 3 هنا اهي متضادين ماشي. طب 8، 8 هنا اهي قصير بيبقى دايما متنحيين، المتنحي دايما بيبقى سمول سمول، بيبقوا شكل بعض، يبقى مش متضادين هنا، يبقى هنا الغلطة في 8. طب نيجي هنا 4 و6، 4 نيجي نبص على رقم 4، 4 اهي طويل ماشي، نفترض ان هو طويل هجين ماشي، وستة ستة 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 اللي هي قصير، القصير دايما بيبقى العاملين شكل بعض، القصير دايما بيبقوا العاملين شكل بعض وبيبقوا دايما سمول، مش واحد كابيتال والتاني سمول، يبقى اذا الغلطة هنا، يبقى اذا كلهم غلط، يبقى الإجابة الصح هتبقى رقم ب. عرفنا جت ازاي؟ اهو بتفرزها بالراحة، تطلع العوامل الوراثية او الجينات اللي هي الجينات، الطراز الجيني بتاع كل صفة او بتاع كل اب وام. تمام كده حلينا دي، نكمل. طب يلا بينا نحل المسألة دي. يقول لك حدث تزاوج بين ذكر نقي ريشه أخضر اللون وريش رأسه أصفر، وأنثى نقية لون ريشها أزرق وريش رأسها أبيض، فاختفى لون الريش الأزرق ولون الريش الرأس الأبيض من النسل الناتج من الجيل الأول. اختفوا من الجيل الإيه الأول. طب بالراحة بقى كده، تعالى نلخص المسألة بتاعتنا واحدة واحدة. طيب بص معايا كده بالراحة، تعالى نلخص المسألة الأول. بيقول لك إيه هو حدث تزاوج، يبقى في اتنين اتجوزوا، علامة التزاوج اللي هي اكس، بين ايه وايه يا عم؟ قال لي بين ذكر ريش اخضر، يبقى هنا الذكر ريش اخضر ورأسه اصفر، وريش رأسه اصفر، وقال لي ماشي ده كده نقي، قال لي نقي، يبقى انا بعرف هنا ان الصفة نقية. تمام. طب تزاوج مع ايه؟ قال لك مع انثى نقية برضو لون ريشها أزرق، يبقى هنا ريش أزرق وريش رأسها أبيض، يبقى رأس بيضاء أو أبيض. ها طب كده أنا لخصت المسألة. قال لك إيه اللي حصل بقى؟ قال لك اختفى لون الريش الأزرق، لون الريش الأزرق ده هو، والريش الرأس الأبيض أهو اختفوا من الجيل الأول. طب يبقى دول كده، دول يا مستر اللون الريش الازرق ولون الريش الابيض، الاتنين دول اختفوا يعني ما عادوش ظهروا في الجيل الاول في F1. طب معنى ان ما ظهروش في الجيل الاول يبقى معناهم ان هم صفة متنحية، معناهم ان هم ايه؟ متنحية، لان الجيل الاول ما بيظهرش فيه صفات متنحية، بيبقى سائد على طول. طيب يبقى اذا هنا بقى يجي يسألك يقول لك ما الصفات السائدة في هذا الطالب؟ هتقول له لون الريش الاخضر والريش الاصفر، يبقى دول كده اللي سائدين، يبقى ريش الريش الاخضر وريش الرأس الاصفر دول السائد، كده عرفت ان دول سائدين. وصلت دي؟ طيب عندك بعد كده يجي يقول لك السؤال التاني، ما التركيب الجيني للاباء في كل من الجيل الاول والجيل التاني؟ طب تعالى كده نحل المساله دي بقى، هو عايز التركيب الجيني، يبقى هنقول له بقى بيرنت الاباء. يلا كده نبدا نحلها. انت عندك اخضر بالانجليزي يعني جرين، وهو سائد، عرفت كده انه سائد، يبقى جي كابيتال جي كابيتال، لان هو قال لي نقي، يبقى العاملين زي بعض. والاصفر يعني يلو، يبقى واي كابيتال واي كابيتال. طب ليه الاثنين كابيتال؟ لان هو قال لي نقي، العاملين بيبقوا زي بعض. طب يلا هنا المتنحي، عرفت ان دول متنحيين لانهم اختفوا في الجيل الاول زيهم، بس هتعملهم سمول، يبقى هنا جي سمول جي سمول، نعمل علامه التزاوج طبعا، يبقى دول تزاوج مع جي سمول جي سمول واي سمول واي سمول. طب يلا نطلع هنا، انت عندك هنا هو عايز التركيب الجيني بس للاباء. طب خلاص انا كده جبت له الاباء، مش هكمل المساله بقى، هو عايز الاباء بس، خلاص هو ده التركيب الجيني بتاع الاباء اهو قدامك. طب عايز ده كده بالنسبه للجيل الاول F1. طب عايز الجيل الثاني كمان، الاباء في الجيل الثاني. طب تعالى نحلها بقى، عشان ايه؟ هنضطر ان احنا نجيب منها الجيل الثاني، فهنضطر نحلها كامله. طب يلا نجيب جي، خد من دول واحده لانهم متكررين على تكرر واي واي، اخد منهم واحده، وهنا جي وجي اخد منهم واحده، وهنا واي واي اخد منهم واحده، يبقى هنا نطلع F1 الجيل الاول عندك، يبقى الجيل الاول عندك جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول، خلاص كده. طيب ده الجيل الاول عندك. طب تعالى بقى نبدا الجيل الثاني، نجيب بي 2 اللي هي بيرنت 2، الاباء التانيين كنا بنجيبهم ازاي؟ دول تجوزهم لبعض، دول الابائهم، يبقى جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول، يتزاوج مع جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول. شكرا، هو ده اللي هو عايزه، يبقى هو عايز الاباء بتاعت الجيل الثاني اهم. يا عم الاباء بتوع الجيل الثاني جبتهم لك اهم، يبقى دول كده بتوع F1 الجيل الاول، ودول كده بتوع F2 الجيل الثاني. خلاص كده وصلوا، سهله خالص بكل سهوله. واللي ما بيعرفش يحل مسائل الوراثه ارجع في 4 حلقات موجودين على القناه بعنوان الخلاصه في قوانين مندل الوراثه،
تحل بيهم اي مسألة ورثة بعد كده ان شاء الله، بس ذاكرهم كويس. اكتب كده في على القناة في البحث بتاع القناة الخلاصة في قوانين مندل الورثة، وجنبهم مستر ابراهيم السيد، هيجي لك الاربع حلقات دول ان شاء الله، ذاكرهم كويس. طب ماشي كده بتكون المسألة اتحلت. طب تعالى كده نكمل. طب يلا كده اما نحل السؤال ده مع بعض. يقول لك يعاني بعض الاشخاص من مرض وراثي يعرف باسم العشاء الليلي، لا يمكنهم من الرؤية في الضوء الخافت، يعني ما بيشوفوش كويس بالليل، وهذا المرض يسببه عامل سائد بي كابتر. يبقى المرض ده هو اللي بيسببه عامل سائد او جين سائد اسمه بي كابتر. فاذا تزوج رجل يعاني من العشاء الليلي من امرأة سليمة وانجبه طفل سليم لا يعاني من المرض، يبقى راجل عنده المرض اتجوز من ست سليمة ما عندهاش المرض، العيال جم سليم، العيال جم ايه، انجبوا طفل سليم، يعني العيال جت ما عندهاش عشاء ليلي، خلاص. فأي مما يلي يعبر عن التركيب الوراثي المحتمل للآباء. طب هو هنا بما ان الأب عنده المرض وهو قال لي ان المرض ده اللي بيسببه جين سائد، يعني معناها ان الأب عنده الجين السائد. الله، طب يا مستر دلوقتي طالما الأب عنده جين سائد مش المفروض كانت العيال تيجي عندها المرض؟ امال هو ليه انجبه طفل سليم؟ قال لك يبقى هنا نتاكد بقى ان هنا الجين السائد ما كانش نقي، يبقى هنا الجينات او العوامل ما كانتش نقيه، او الفرد ده او الاب ده ما كانش سائد نقي، امال كان سائد ايه؟ سائد هجين. معنى ان في عيل يجي سليم يبقى انا اتاكدت ان السليم ده متنحي، لان اللي بيسبب المرض سائد. فمعنى ان سائد يتجوز متنحي ويخلفه واحد سليم، معناه ان السائد ده ما كانش سائد نقي، امال بيبقى سائد ايه؟ سائد هجين، يعني هيبقى بالشكل ده كده، يعني كان هيبقى بالشكل ده كده. ركز معايا كده بالراحه. كان هو هنا اللي قال لك اللي بيسببه جين اسمه بي كابتل. طيب يبقى معناها ان انت عندك بيرنت هنا الاباء، يبقى هنا الاب ما كانش سائد نقي، امال كان سائد ايه؟ هجين، يعني كان بي كابتل بي سمول. تزوج الام كانت سليمه ما عندهاش حاجه، يبقى كانت بي سمول بي سمول. يبقى هنا جي الجامتات او الامشاج، اعزل يا باشا العوامل بي كابتل تيجي في يمه، بي سمول في يمه، اعزل يا باشا العوامل بي سمول في يمه، بي سمول في يمه، طلع لي اف 1 الجيل الناتج اهو، رقم 1 2 3 4، يلا 1 مع 3 اللي هي بي كابيتال بي سمول، بعد كده 1 مع 4 اللي هي بي كابيتال بي سمول، بعد كده 2 مع 3 اللي هي بي سمول بي سمول، بعد كده 2 مع 4 بي سمول بي سمول. يبقى هنا نص العيال جت سليمه ونص العيال يجوا عندهم 10 عيال، فاذا من حظ الواد اللي جه ان هو جه في السليم، خلاص. يبقى اذا الاباء بقى تركيبهم ايه؟ هيبقى تركيبهم هو اللي هو عايزه. يبقى الاباء هتبقى بي كابيتال بي سمول يتزوج مع بي سمول بي سمول. دور على ده كده في الاختيارات اللي هو هيبقى رقم ب، يبقى رقم ب اللي هي بي كابيتال بي سمول بي سمول بي سمول. تمام، طيب نكمل. طب ماشي يلا بينا كده. يقول لك الشكل المقابل يوضح التغيرات الحادثه لتركيز سكر الجلوكوز في الدم. تركيز سكر الايه؟ الجلوكوز. أثناء فترات الراحة وأداء تمرين رياضي خفيف لأحد الأفراد، ما التغير الحادث والذي أدى إلى تغير مستوى سكر الجلوكوز في الدم في الفترة ما بين X و Y؟ وعايز ما بين X و Y التغير اللي حصل اللي أدى إلى تغير مستوى السكر في الدم. هنا لو جينا نبص كده على العلاقة دي، دي علاقة بين تركيز السكر وعلاقة بين الزمن. هنا مع الزمن في فترة راحة، مرنا بفترات، فترة راحة وفترة تمرين رياضي، يعني بذلنا شغل هنا وبذلنا مجهود، وفترة راحة تاني. طب أثناء فترة الراحة كان عندك السكر ماشي طبيعي اهو، أو كان مرتفع يعني، وبعدين لما عملنا مجهود اللي حصل؟ لما عملنا مجهود نسبة السكر بدأت تقل، تنزل مع المجهود مع التمرين الرياضي بدأ يقل اهو. طب عندك بعد كده لما خدنا راحة كمان، هنبدأ ناخد راحة تاني من الفترة X، يعني من هنا كده لو جيت اطلع هتلاقي قصادها X اهي، X بدأ السكر يعلى تاني في الدم اهو لحد Y. ليه؟ لأن دي كانت فترة راحة، لو جيت تبص لها تحت هتلاقيها كانت فترة راحة، يبقى لما ارتحت رجع السكر تاني يعلى. هو بقى بيقول لك ايه التغير اللي حصل في مستوى السكر الجلوكوز في الدم في الفترة من X لحد Y؟ طبعا نسبة سكر الجلوكوز عليت في الدم أثناء الراحة. طب لما سكر الجلوكوز يعلى في الدم، تعالى بقى نشوف الاختيارات اللي هو مديها لي بقى، ركز معايا كده بالراحة. هنا يقول لك افراز الجلوكاجون يقل، يعني هنا السكر بيعلى، الجلوكاجون هنا يقل. طب هو انت عشان السكر يعلى انا محتاج جلوكاجون، تمام، هو اللي بيعلي السكر في الدم. هو السكر بعد ما قل، مستوى السكر لما بينزل في الدم مين اللي بيعلي؟ البنكرياس بيفرز هرمون الجلوكاجون عشان يبعت اشاره للكبد، يا كبد حول الجلايكوجين اللي عندك لسكر جلوكوز تاني، فيبدا السكر يعلى في الدم كده. طب يبقى اذا هنا انا محتاج
محتاج جلوكاجون عشان السكر من اكس للواي يعلى، محتاج جلوكاجون. فهنا بيقول لي افراز الجلوكاجون يقل، غلط. يبقى اذا دي مرفوضه من اولها، مش هكمل. برضو هنا افراز الجلوكاجون يقل، غلط برضو، مش هكملك. طب نيجي الجيم، هنا يزيد بقى افراز الجلوكاجون، هيزيد هو اللي هيعلي السكر في الدم اهو، تمام. طب وبالتالي افراز الانسولين لازم يقل، والا لو دهنه زايد هيقعد يوطي في السكر. يبقى اذا افراز الانسولين يقل. طب الجلايكوجين اللي في الكبد هيقل، لان الجلوكاجين لما بيفرز قلنا بيروح يخاطب الكبد، يا كبد حول الجلايكوجين اللي انت مخزنه ده لسكر جلوكوز، فالجلايكوجين اللي يقعد يقل 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 لانه عمال يتحول لجلوكوز، فنسبة الجلايكوجين اللي في الكبد هتقل. يبقى اذا الجلايكوجين اللي في الكبد هيقل، صح. يبقى اذا هي الاجابة رقم ج اللي صح. طب تعالى كده نشوف ده، الجلوكاجين هيزيد ماشي، الانسولين هيقل ماشي، بس الجلايكوجين اللي في الكبد هيزيد؟ لا، ازاي انا عمال اخد منه واحوله لسكر جلوكوز ونسبته هتدنى زي ما هي او هيزيد؟ غلط، عمال يقل، كل ما تاخد منه يقل. عامل زي يقول لك مثال كده، يقول لك تاخد من التل يختل، قال لك ليه؟ عمال ينقص، عمال اخد منه يقل. يبقى اذا دي غلط، الغلطه هنا في يزيد. يبقى اذا الاجابه عندك هتبقى رقم ج. طيب نكمل. طب تعالى كده نشوف السؤال ده، يجي يقول لك ايا مما يلي يستدل منه على حدوث خلل في افراز هرمون الانسولين لدى شخص ما، عشان اعرف ان في خلل في افراز الهرمون بتاع الانسولين. هنا اعرف من خلال تحليل الدم، الدكتور يقول له روح حلل دم، تحليل البول، ايوه يبين لي، لان بيبقى فيه نسبه سكر جلوكوز. تضخم الغده الدرقيه، لا دي ما تعرفنيش، فهو هنا بيقول لي نعم، لا يبقى دي الغلطه اللي هنا. طب نيجي هنا رقم ب، تحليل الدم اعرف منه، تحليل البول اعرف منه، تضخم الغده لا، يبقى اذا الاجابه هتبقى رقم ب، يبقى ب صح. يبقى اذا الاجابه عندك رقم ب. طيب نكمل. طب تعالوا كده اما نحل السؤال ده مع بعض، يجي يقول لك ايا مما يلي يعبر عن افراز وتاثير احد الغدد الصماء. رقم واحد الغده الكظريه، افراز وتاثير، خلي بالك الغده الكظريه بتفرز هرمون الادرينالين ماشي، العضو المستهدف بالهرمون ده هو الكبد عشان يخفض مستوى السكر في الدم، ايه الكلام ده؟ خلاص يبقى اذا الكلام ده غلط، مش مظبوط. طب هنا ولكن هو الادرينالين المفروض العضو المستهدف في اعضاء الجسم، ليه؟ للاستجابه في المواقف الطارئه. طب هنا رقم ب، المبيض بيفرز البروجسترون، جميل، العضو المستهدف بالبروجسترون الرحم، مية مية. تاثيره البروجسترون ده تاثيره على الرحم ان هو ظهور الصفات الجنسيه السنويه، غلط. امال هو وظيفته ايه؟ نمو بطنه الرحم. اما الاستروجين هو اللي بتاع الصفات الجنسيه الثانويه، يبقى اذا دي الغلطه اللي هنا. طب نيجي رقم 3، البنكرياس بينتج الانسولين، جميل، الانسولين ده العضو المستهدف في الكبد، بيروح يخاطب الكبد ماشي، ما هو الانسولين بيخاطب خلايا الجسم تاخد السكر الجلوكوز اللي في الدم تحوله لطاقه، وبيخاطب الكبد كمان برضه، يقول له يا كبد خزن الجلوكوز الزياده اللي في الدم ده اهو الى ماده جلايكوجين. يبقى اذا هنا بيخاطب عشان يحول الجلوكوز الزائد الى جلايكوجين، صح. يبقى اذا الاجابه عندك هتبقى رقم ج. هنا طبعا الغده النخاميه بتفرز الثيروكسين، غلط، هي الدرقيه اللي بتفرز الثيروكسين. طيب كده بنكون خلصنا حل الاسئله، لف لفه كده في القناه هتلاقي مراجعات كتير جدا موجوده على القناه، وحل محافظات وكل حاجه هتلاقيها على القناه بفضل الله. ذاكر واجتهد وربنا يوفقكم بإذن الله سنة ثالثة. كان معكم مستر إبراهيم السيد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.